طالرنتانا مع اي سي ميلان. ارحب بكم مشاهد الحارس سيبن اللي اسمه سيل اللاعب الفرنسي، دييغو بيروتي اللاعب الارجنتيني، دراغوشين اللاعب الروماني، ورادوفانو الانديه نشاطا ولم يقدم الا على صفقه واحده وهي التعاقد مع اللاعب الكرواتي ماركو ميلان. وطبعا هنا فرانك ريبيري يحاول، فرانك ريبيري هذا فيو يلعب كره اماميه حلوه وميسياس، ويخساره هذا الاندفاع ويخساره هذا التشجيع دفاعية. شوف 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 من اين جاء جونيور ثغره، لا زال يقدم اداء جميلا، وهذه كره داخل مسجل هذا الموسم، اخر هدف لريبيري في السيريا. رومانيولي، اسماعيل بن ناصر خلف الجدار يجلس على الارض او ينام على الارض، يتقدم اسماعيل، روعه يا جزائري، روعه يا ابن محاربي الصحراء اسماعيل، روعه بالفعل. سيبي يتمكن من ابعادها، يبدو ان عمليه التوقع كانت بقراءه صحيحه وحولها الى ترتد، وفاول يقول اسماعيل بن ناصر. تونالي مره اخرى الى بن ناصر، بن ناصر يتقدم، محاولات من لاعبي الميلان في زبادوكي يرفعها، ومين يغادر المرمى، والتعادل. يا له من هدف، يا له من هدف، يا له من هدف، مش معقول. لسه ما شاهدناش اللاعب الجديد ايضا اللي هو اللاعب المعار من نادي، لكنه طبعا هذا اليوم لا يشارك، يعني غير فريق تكل شبه كامل. فرانك ريبيري، مقطوع الكرة، الكرة سهلة انقطعت منه تونالي، يبدأ أن فريق الميلان، ميلان القادمة، مباراة ميلان القادمة حتى بن ناصر ديدا بالمرتين يتصدى الدفاع. توموري على الأقل يمكن ليس بين المهددين، هذه كرة طويلة يورميسياس، ولكن سيلر نيرتانا تعادل بعد نصف ساعة. أخرج إسماعيل بن ناصر الجزائري وأشرك فرانكي سييه.